ودلوقتي معانا عن طريق زوم الأستاذ محمد ممدوح، صانع محتوى واللي كان واحد من المتحدثين في الندوة التثقيفية 38 للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر. اتكلم عن جزئية مهمة جدا وهي التضليل المعلوماتي واللي بيحصل في المعلومات التاريخية، وازاي الأجيال الجديدة تاخد معلوماتها من مصادر موثوق فيها، وازاي ما يضحكش عليهم عن طريق المعلومات اللي بيتم نقلها عن طريق السوشيال ميديا. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بحضرتك، اهلا، مساء متشكر الخير جدا وشرف ليا اكون معاك. يا فندم، الشرف لينا. اتكلمت في الندوه التثقيفيه عن التضليل المعلوماتي، والحقيقه انه حضرتك اشرت نقطه مهمه جدا وذكرت نقطه مهمه جدا، ويمكن ده اللي بيحصل بالفعل في بعض المقالات الغربيه لتاريخنا ولانتصاراتنا زي حرب اكتوبر وزي معلومات تاريخيه الحقيقه كتير جدا تعرضنا للتضليل فيها في الفترات اللي فاتت. من وجهه نظر حضرتك، ايه فكره التضليل المعلوماتي وازاي بيحصل؟ هي احنا دلوقتي قدام سهوله الوصول للمعلومه، وبالذات في المواقف التاريخيه او الاحداث التاريخيه شبابنا ما عاشهاش بيحب ان هو يدور عليها، بيحب ان هو يثقف نفسه اكتر. فبيعمل ايه؟ بيحب ان هو يروح لجورنال كبير مثلا، كاتب كبير موثوق في كتاباته، المقالات بتاعته مسموعه، يحب ان هو يقرا له. والحقيقه الكاتب ده بيكون كاتب مقاله بتاع الحرفيه ومقاله جيده جدا، بس بنلاقي فيه حاجه بسيطة جدا، أخطاء بتبقى في المقالة بتبقى غريبة شوية. يجي مثلا يقول إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، لو إحنا بنتكلم عن حرب أكتوبر يعني، عدد قتلى الجيش الإسرائيلي كان بالمئات. والحقيقة الخطأ ده في ناس ما بتقفش عنده، بتقول لك أدام المقالة كلها كويسة يبقى خلاص ليه تقف عند الخطأ ده، وممكن خطأ غير مقصود يعني. بس هي ده علم اسمه الميس انفورميشن أو الخطأ المعلوماتي. الكاتب ده ممكن يكون كاتب المقالة دي كلها عشان الخطأ ده بالذات، هو عاوز مظبوط، يوصل المعلومه دي صغيره جدا، لان المعلومه الصغيره دي ليها معاني كبيره قوي. ازاي ان اسرائيل عدد القتلى بتاعتها تبقى قليله او بالمئات، معنى كده ان اسرائيل انتصرت في الحرب. ده صح. معنى كبير قوي لخطا صغير. الحقيقه ان الموضوع ما وقفش برضه عند كده، احنا بنتكلم على تطوير جديد لاسلوب التضليل، وهو حاجه اسمها الديس انفورميشن او التضليل المعلوماتي. هنا احنا بنروح لكاتب اكبر، جريده بتبقى اكبر بكتير، ناس بتقرا كتير للكاتب اللي بيكتب ده. والحقيقه ان الكاتب مش هنا بيغير في معلومه صغيره، بيغير في احداث اساسيه. بيجي يقول ان اسرائيل مثلا انتصرت في الحرب في النهايه، اسرائيل عدد خسائرها كان قليل جدا، اسرائيل هي اللي فرضت هيمنتها على الحرب، مشيتها زي ما هي عايزه. الديس انفورميشن ده او التضليل المعلوماتي خطورته في التغطيه بتاعته، لان هنا احنا مش قدام كاتب صغير، ده كاتب اكبر بكتير من اللي فات، بالظبط، جورنان اكبر بكتير، ناس بتستشهد بالمقاله دي، ناس بتيجي تقول والله المقاله دي عالميه احنا هنعتمد عليها. والحقيقه خطوره الديس انفورميشن ده ان هو انتشار واسع جدا جدا، كتاب اخرين ممكن يستشهدوا بالمقاله. والحقيقه الموضوع برضه ما وقفش عند هنا، احنا بنيجي نبص على تطوير جديد، بنبص على حاجه اسمها الانفورميشن لوندرينج او غسيل المعلومات. الغسيل ازاي بقى؟ المعلوماتي. بالظبط، ويمكن بالظبط انا كنت احنا عايزه اعرف من حضرتك ايه هو بالظبط معنى المصطلح ده، وازاي الغسيل المعلوماتي ده بيتم بالحرفيه اللي احيانا بيتم بيها، وعشان كده احنا دايما بنكون قلقانين على اولادنا ان هم توصل لهم معلومات في منتهى الخطا وفي منتهى الـ 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 يعني الـ الـ الغلط، ان هم يوصل بالظبط لهم معلومه زي كده. بالظبط، حضرتك عندك حق بالظبط. الحقيقه ان ده تطوير جديد تماما، ده احنا مش قدام كتاب، احنا مش قدام صحف، لا احنا قدام هنا اعمال دراميه. والاعمال الدراميه دي هو عاوز يحكي لك القصه ويأثر فيك عشان تصدقيها اكتر، وده ما بيتمش الانفاق عليه من مؤسسات حكوميه او جريده او مؤسسه، لا ده احنا بنتكلم قصاد انفاق دولي. دول بتنفق على الاعمال الدراميه دي اللي هي ممكن ما يهتمش بيها الناس اللي بتشوف الافلام اصلا، بس هو كل النظريه ان الناس اللي عاوزه تعرف عن التاريخ، الناس اللي عاوزه تقرا عن التاريخ تروح لفيلم مثلا زي جولدن، تروح لفيلم زي ملاك، تروح لفيلم افلام تاريخيه تقعد تستشهد بيها، لان الافلام التاريخيه دي والانفورميشن لوندرينج او الاعمال الدراميه دي طريقتها انها بتنتشر على السوشيال ميديا. مؤثرين يقعدوا يستشهدوا، يقول لك بص الفيلم بتاع جولدن، ويقعد يحللوا والكلام ده كله، هو بيحلل معلومات خاطئه، الفيلم كله معلومات خاطئه، بس حقيقي، هو عاوز يحكي لك قصه من وجهه نظر اسرائيليه واحنا بنقعد ننقلها. فده خطوره الانفورميشن لاندرينج، ان هو بيحكي قصه بمنتهى السهوله بتاثير كبير جدا. خطوره الموضوع ده ان هو عاوز يوصل في الاخر لجيلنا الجديد والناس اللي ما عاشتش حرب اكتوبر، ان والله تاريخك كله مبني على هزائم، انت ما عملتش حاجه، انت ما انتصرتش. حتى حضرتك لو خدت بالك
هتلاقي مثلا يجي يقول لك الهرم ده مش انت اللي بنيه، مثلا المعابد دي والله المعابد دي مش انت برضو اللي عملتها، هو مثلا عاوز يوصل لك في الاخر انت ما عادش حاجه بالظبط خالص، تاريخك كله مبني على هزائم. ليه؟ عشان يطلع الشخصيه الجديده بتاعت الجندي المصري او النشء الجديد يطلع فاهم ان اجداده ما عملوش حاجه فتطلع شخصيه ممتازه. لا، احنا عملنا كل ده، الهرم بتاعنا، التاريخ ده بتاعنا، طبعا المعابد دي مكتوب عليها اجدادنا عملوا ايه في طبعا. اعدائهم. والحقيقه انا بس عاوز اقول حاجه مهمه جدا، اتفضل ان يا فندم. الموضوع ده مش مبني على تزوير تاريخ فقط، ده بينشط جدا في وقت الحروب والازمات. يعني لو جينا نبص دلوقتي اللي بيحصل في غزه وموضوع غزه، هتلاقي كميه تضليل معلوماتي على الدور المصري، وقال لها اصل هم مش فاتحين معابر، اصل هم مش عايزين يفتحوا معبر رفح، الكلام ده كله بتنشط فيه أي الانفورميشن والديس انفورميشن والانفورميشن لاندرينج، كل ده بيشتغل عشان يوصل معلومات خاطئه. هي صحيح ده خطوره التضليل.